في بيت هنا يا جماعة أنا شايفه لازم توقف علشان تلف. توني استكشف الحين هذا البيت. إن شاء الله أنه ما يكون لوكد. يا ليه؟ ليش مقفل ليش؟ يا ابني يا ابني يا ابني سوق فضحتنا يا ابني. سوق زي الناس سوق زي الناس. يا عفو الله والله القيادة تقهر. السلام عليكم، كيف الحال يا جماعه؟ عساكم طيبين، معاكم اخوكم عمر، واليوم جيناكم بفيديو جديد من لعبه روبلوكس. طبعا حبايبي ماب جديد اسمه روبتس، يشبه ادوبت مي بس الرسم فيه والجرافيك يا جماعه اسطوري. فخلونا نقول بسم الله بركه الله نبدا. طبعا حبايبي قبل ما نبدا اتمنى حبايبي منكم الاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات وضغطوا لايك وانشروا هذا الفيديو في كل مكان، وخلونا نقول بسم الله وعلى بركه الله نبدا. فيا جماعه الخير مثل ما تشوفونها في هنا بيض، تشتري بيض. ها ممكن يعني نشتري بيض صديق يعني لو سمحت. او لازم امشي هنا. يا عفو الله بطيء. طيب هذه البيضه ما اقدر اشيلها، ولا عندي خيارات ولا عندي اي شيء، بس يقول لي روح هنا اللوكيشن. خلونا نتوجه جماعه الخير اللوكيشن. اتوقع هذا المكان اللي فيه البتات. ليتس جو. شوفوا كيف يا جماعه الخير، هذا عنده دلفين وهذا عنده ارنب. والله والله العالم عندهم. وهذا شوف عندك ايش عنده. والله 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 يا جماعة الخير والله مرة اسطورية شكلها. هذا بتتكسر ادوت مي. صح العصفور ذا الجميل ابغاه يا جماعة. تكفون اوكي ليتس جو. شوف هذا يا جماعة الخير، هذا البتات وين في اللي تبونه. هذا بتات يا جماعة الخير. شوفوا هنا بعد والله في بتات جامدة، والله كل البتات جامدة هنا حبايبي. فخلونا نتوجه يا جماعة الخير عند هذا الشايب الجميل. يا اوه يقول لي تعال تبي تختار بت، اختار بت. وش اختار يا جماعة؟ وش اختار؟ وش اختار؟ والله شكلي يا جماعة خير بختار الدلفين. نعم هات الدلفين. ليتس جو. جاني الدلفين يا حبايبي. الله ايوه. اوه هنا اقدر اشتري بيت وهذا. الله كفو كفو والله كفو. الله هذا جوائز يا جماعة الخير. نفس ادوبت مي يعني، بس كذا تحسونه يا اخي الجرافيك فيها جامد. اوف اوف هذا وين يبغى؟ يقول روشني. طيب اوكي نفس ادوبت. هذا يجيك ذاك وسخان يقول لك روشني. طب ابشر تبي تاخذ لك شاور. شو جماعة خير الدلفين هنا فوق اللي ما تخليه ياخذ له شاور. هذا اللي فوق هنا يعبي فل. اذا عبى فل معناه خلصت المهمة. اوه يقول لك وده الشوبينج. يا حبيبي هذا يدلع ذا. والله الدلفين حقنا يا جماعة الخير صاير يدلع. وهذا هو الشوب. طيب خليه نودي للتسوق. اقدر اجيب سياره شباب؟ لا ما ابغى يعني ابغى الشوب اللي هو حق شلون ابغى سياره. طيب ابغى سياره. دقيقه خلينا نشوف الشنطه. هذا البت اللي عندي بس برضه يا جماعه الخير ما يبين البت انه مثلا رير كومن ان كومن ليجندري هذا الشيء. الله شوف اعطاني السياره. ليتس جو. اي يا شيخ في السياره كذا ما تلف يمين ولا يسار. اخيرا لفت السياره. اوكي يلا تعال 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 ابغى تسوق. يلا تسوق. والله المكان مره كبير يا جماعه الخير، مكان مره كبير. والله شكل اللعبه بتطلع جامده. انا ما ادري سمعت ان اللعبه هذه جديده، فما ادري اذا اللعبه هذه بتكون يعني بيطورونها بيضبطونها احسن من ادوبت مي ولا لا، الله اعلم ما ندري. فشوفوا كيف هي الشخصيه. طب ابي شخصيتي انا. طيب ليش ما يحطون شخصيتي؟ ليش ابي شخصيتي؟ المفروض يحطوني هنا يعني هنا. ايوه مدير كبير، مدير كبير ان شاء الله. اخ بس انا ما ادري هل هذول الموجودين في اللعبه ولا لا، ما اشوف شكلي معاهم، شكلي مو موجود معاهم. اما ليه؟ طيب ابيني اكون معاهم يا اخي. والله قهر اصلا ما زعلت. اي تبغى تاكل تعال اوديك اكلك الحين يا حبيبي. تعال تعال اكلك انا. بس دقيقة هنا في بيضة يا جماعة، شوفوا كيف؟ كنا قاعد يكسر البيضة. اي والله، اي والله كسره وعطاني هذا، عطاني فلوس. اتسيميليتر على ادوبت مي. ابي 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 تاكسي انا، ابي تاكسي. الله ليتس جو. معاها جلنط، ما في جلنط. يلا يعطيك العافية، تعال خلينا ندخل هنا نوديك المطعم. جوعان، تبغى تفاح؟ طيب ناخذ لك تفاح، يلا كل بالعافية، يلا. كل يا جعلها كل كل لا تلعب بالنعمه كل. هذا بيخسرني هذا. يلا ها اوكي ليتس جو. حلوين. هذا جبت خير. احنا خلصنا من موضوع هذا المهم. اوف شوف هنا اقدر اشتري الجواهر. اوف هذا بكم؟ اشتريها ب 10000 من العمله هذه. قول لي والله كثير يا حبايبي. طيب شوف هذه، هذه بروبوكس يا حبيبي. شوف هذه كم؟ 15 جيم بكم؟ غاليه والله. لا لا ما نبي. هو شوف هذه هنا في بيض. هذه حقتي. ايوه اوكي اعطاني اعطاني فلوس. كفو. شوف يا جماعه الخير هنا والله في بيض. يلا روح روح روح. ممتاز ممتاز. انا يا جماعه الخير قاعد اجمع فلوس. وجه وجه يلا. شوف هذا المكان ذا اللي يلمع. ايش ذا؟ اوه
طب خلنا نودي وين الشوب؟ كل شوي وديني الشوب وديني الشوب، توني جايين يا اخي من الشوب الله يصلحك يا اخي، ويبغى ياكل بعد، لا حول ولا قوه الا بالله. صعب التربيه يا جماعه، عارفين يعني ادوبت مي كنا نربي فيها ونحوس وحالتنا حاله. الدلفين بعد يستهلك اكل، لو دريت اخذت لي سلحفاه، يمكن بطيئه لما تجوع شباب. اوه هنا في تحيه وما تحيه، الله. وهذا كتاب اللي وشو هذا؟ حلو 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 ممتاز. هذا يا جماعه الخير نفس الاندكس تقريبا. يا ابني انت والله يبغالك عفش، والله يبغالي ذا اجيب له مؤونه كامله. يا زين ادوبت مي يا جماعه الخير، لما تروح فيه المدرسه ياكل بلاش، هنا لا والله لازم تدفع صرفيه يا جماعه. خلينا نستكشف المدينه. بس جو هنا ايش يا جماعه الخير؟ السياره في في فيها بلا السياره. اوه كبر ما شاء الله، مبروك. كيف طيب كيف اعرف؟ الله صار يا جماعه رو جونيور. حلو شوفوا هنا كيف في بيوت الناس. طب انا ابغى لي بيت، اقدر؟ الا والله هنا لا ما ابغى، ابغى بيت عادي. بيت وين اقدر اروح؟ هنا تقدر تغير ملابس وهذا. طيب ما اي هنا يا جماعه الخير، هنا علامه البيت. قطوع اخي ليش القياده سيئه؟ ما تلف السياره. هذا بيتي، اي والله هذا بيتي حبايبي. يا عيني تعال خليني اشوف في رسائل شباب. هو من هنا تشتري البيت. اوف 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 اوف، من هنا تشتري البيت، حلوين. طيب يمكن عندي هنا حمام يا اخي، نحمم الجميل هذا. تبي تتحمم يا الغالي؟ ايوه خلاص هذا قاعدين نحممه، الامور طيبه. شوف بيتي المتواضع، اتوقع اقدر اسوي له تعديل وهذا هنا من هذه الامور. من هنا يا جماعه الخير تقدر تسوي له ايديت وتعدل عليه. انت ايش جابك؟ انت ما كنت تبغى تستحم، ايش جابك؟ خليك هنا استحم، انا قاعد استكشف البيت. اوه هذه هنا غرفه النوم، بعد هنا يا جماعه الخير غرفه النوم، جميل. ليتس جو، بيت صغير متواضع على قد حاله. طب ابغى سياره. طيب شوف بيت هذا يا جماعه، لازم اشيك على بيوت الناس شوي. لقافه يا جماعه، اوح ذا دورز لوكد، ليش تقفل البيت يا اخي؟ ليه انت بيشوف اشوف بيته يا اخي؟ شوف كيف، والله يا جماعه الخير القياده رايحه فيها، السياره رايحه فيها. شوف اضغط ابيه يلف يمين يسار، ما يلف لين امشي. يا عفو الله هذا الحين لاف يمين، المفروض الدركسون يمين. لازم تصلحون القياده في هذا الماب ضروري عشان اعرف اسوق. وش يقولون عني الجمهور؟ والله عمر ما يعرف يسوق. لا غلط، شفه صدمنا. اوف هذا تعبان مريض. طيب ابغى السياره تتصلح، اشوف الكنترول. لحظه بجرب يا جماعه الخير بالكنترول، ان شاء الله انها تضبط قياده بالكنترول. حتى بالكنترول يا جماعه والله ما في فايده. لا جل، المشكله في نفس البرمجة اللعب. في بيت هنا يا جماعه انا شايفه، لازم توقف علشان تلف. توني استكشف الحين هذا البيت، ان شاء الله انه ما يكون لوكد. يا ليش مقفل؟ ليش يا ابني سوق، فضحتنا يا ابني. سوق زي الناس. يا عفو الله، والله القياده تقهر يا اخي. بالله صلحوا القياده، الله يسامحكم صلحوا القياده. بطلنا مع النبي سياره، بطلنا، قهروني. سياره تلف بالمزاج، خلاص والله كعابي، امري لله لقضيها كعابي. تعال تجيب فلوس يلا. اوكي هذا المستشفى، هنا اوكي. شوف الممرضه هناك، دكتوره البت حقي مريض. ما ابغى يمديك هنا تسوي تريد. اوكي اجي هنا عندهم اسوي لهم كذا تريد، ممكن تريد يا اختي، تريد. ليتس جو تريد، هذه فاتحه تريد. بتعطيني شادو؟ لا ما عندي شادو. اي شوف هذا كيف تلمع، بعد تضربها يا جماعه وتزين الامور. شوف اعطتني فلوس، كل افقرتني، كل سببت لي الفقر، الله يهديك. تخلي الواحد يا اخي يصير فقير، تعال اخلص، قاعدين نربي احنا. شوف هنا يا جماعه الخير، هنا وش فيه هنا؟ اوه تعال شوفوا هذه كومينج سون، هذا كانها بيضه. طيب ليتس جو اخلص، افتح لي هذه اخلص. طيب انا الحين ابغى مثلا، اوكي ابغى مثلا اشتري هذا، كيف؟ اوه شوفوهم هنا يا جماعة، هذا نادر زين، هذا يعني نص نص، هذا ابو كلب، هذا يقول لك ليميتد محدود. كيف اشتري؟ اوه يمديني اشتري من هنا، ليتس جو يا اخي. ابغى ثنتين، لا ما ابغى مور باي، لا ابغى حبة واحدة يا اخي. ليه؟ اوكي هنا. طيب جماعة بروح الحين اشتري لي بيض، ان شاء الله يعني حالفني الحظ يطلع لي اللي هو الاستر بني اللي هو اقل شيء. لا ما ابغى هذا يا الغالي، بشتري 4 حبة. ليتس جو. اوه لازم الحين اربيه عشان يا ليل لازم اربيه، تبغى تنام؟ لا اله الا الله. وين طيب، وين تنامين؟ طيب ايزي يروح هنا. هنا اوكي ايزي. يلا نوم العافيه ان شاء الله، بس ما يطول تطويرها لاني بحاول اني افتح كل كم بيضه عندي، 4، بحاول اني افتحهم كلهم. طبعا حبايبي هذه البتات لفتره محدوده، ترى ما هي مستمره على طول. نشوف هنا يقول لك ليميتد. اوكي ما اعتقد انها راح تطول يا ابني، خلص يلا هات مهماتك، اخلص علي يلا. هذا بيضه شكله ما راح
تعديها على خير. في يا جماعه ركوب وطيران نفس دوبتمي بالضبط. شوف شلت البيضه نفس دوبتمي نزلها يا الله. والله يا جماعه دوبتمي بس تحس يا اخي المكان كبير وغير كذا شو اسمه الرسم فيها احلى. فين يا جماعه الخير بعد فيه بيض او هذا ب 3000 وهذا ب 900 وش الفرق هنا هذه بكم؟ هذه ب 900 جوهره 3000 اوكي ما ادري وش الفرق بينهم لكن عوافي. اوه تبغى تستحم طيب حاضر يلا. اوه هنا تشتريهم برو بوكس ول 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 هذا غالي والله طلع الفلامينجو. اشوف اسعارهم بشوف ايش اغلى واحد فيهم. يا عفو الله الفلامينجو هنا اغلى شيء. طب هنا هذا ابو كلب هذا بعد غالي والله هذا ابو ها يعني نص ونص خروف البطه. اوه يا حبايبي اغلى شيء يا جماعه الخير كان الفلامينجو. شوف هنا فيه سمك القرش حركات والله. اغلى شيء هنا يا جماعه الخير الدب الباندا والفلامينجو كلهم غاليين يا اخي. هذا معاه خروف والله هنيها والله العالم هنا اغنياء انا توني مطفر. طب ايش في لو طلعت هنا فوق مكان العاب البت؟ ايوه يعني هنا انا اقدر العب البت ولا اشتري هذه بعد. والله ما شريت لك ذي ب 5000 انقلع وانت والله ليش كذا ليش انت مغلي الاسعار؟ اوكي جتني مهمه جتني مهمه ان شاء الله بس يطلع لي النادر ابيه يطلع لي النادر تكفون. نو 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 تعال 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 افتح البيضه ليتس جو وش بيطلع لي؟ اوه هذا والله شوف كيف طلع لي هذا يا جماعه وين اختفى؟ تعال شوفوا هذا هو يا جماعه الخير ارنوب يا حليله ارنوبي. هذا العادي ولا الكمن ولا الانكمن؟ ما شاء الله تبغى تروح الملاهي مع نفسك والله. وراي اخوانك لازم اخليهم يفتحون بيض. وش انت وين راح؟ طلع لي ابو 40% يا حبايبي اللي هو هذا. والله بخاطري يطلع لي الليمتد هذا خاطري والله. يلا نجيب اخوك الثاني. وش رجعك وش رجعك؟ ما راح اروح انا هنا منتظر. تعالي يلا تعالي يلا هنا انا هنا ليتس جو. بسم الله 1 2 3 يلا ان شاء الله بس يطلع لي شيء يستاهل. نفس اخوانه. طيب ممتاز يا جماعه الخير الحين خلونا نشوف البيضه هذا ان شاء الله بس يطلع لي شيء نادر. استر بوني ليتس جو. كفو يا عمر والله جبته يا جماعه نادر والله نادر هذا اندر بت هنا يا جماعه الخير في الليمتد. ليتس جو ليتس جو. شوفوا يا جماعة الخير والله جبنا ليتس جو. هذا هو الاستر بني يا جماعة الخير. جبنا واحد توقع انه بيكون نادر. هذا هو يا جماعة شوفوا هذا هو النادر الاستر بني ليتس جو. نسبته 25% وجبناه والله كفو. والله يعطيكم العافية حبايبنا لأن نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أتمنى تكونوا استمتعتوا. إذا عجبكم هذا الماب وودكم أن نكمل ونسجل عنه حطوا لايك اكتبوا لي في التعليقات واشتركوا في القناة اللي مو مشترك فعلوا جرس التنبيهات. الله يعطيكم الصحة والعافية. في نهاية كل فيديو حاب أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سلام.